لكم تصلكم بألف خير. نترككم فيديو جديد وفيديو اليوم هو إن إحنا بنسوي سلايم بالمارشميلو. بيكون سلايم قابل للأكل وطبعاً ماما بتكون وياه بالفيديو لأنه لازم إحنا نشغل النار على المارشميلو عشان يذوب. فهذا أول مرة أسويه عشان كذا بخلي ماما تكون وياي. فأول شيء بنجرب نسوي المارشميلو بعدين إن شاء الله إنه يعني يضبط وبعدين نجربه وناكله. يامي تغير طعمه يضم مارشميلو يعني ما يتغير. يلا حدي متحمسة بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ويلا نبدأ. لحظة سويت انترو جديد للقناة أحب أوريكم إياه وقولي رأيكم ويلا شوفوا. والحين في المطبخ وطبعا مع ماما. مرحبا متابعين دانا سكاي. فيديو اليوم بنسوي سلايم بالمارشميلو وطبعا بيكون قابل للأكل يعني بعد ما نخلص بناكله. يلا نبدأ. يلا طبعا جبت المكونات مارشميلو أبيض أبيض عشان باللونه وزبدة وسكر بودرة. طبعا اليوم أنا ما بسوي شيء لحالي، ماما بتقولي وأنا أسوي. يلا اوكي. اول شيء اخلي هذا القدر وعبي نصه ماء. اوكي ماسكه. يلا تعالي حطيه هنا على النار. زين تقلي النار. اوكي الحين احنا شغلنا النار عشان ما نذوب المارشميلو في نخفي هذا الصحن ندهنيه بزبده. زين يلا امسحي الزبده على الصحن. اوكي الحين حطي هذا الصحن فوق القدر. متأكدة؟ ايوه متأكدة. ايوه هنا الحين حطي هنا مارشميلو على الصحن. طبعا دانا جابت كملي. اوكي حطينا المارشميلو هنا، الحين ننتظر الماء يغلي عشان يذوب المارشميلو. بس على ما يغلي وعلى ما يذوب انتي نطفي العيد اللي سويتي. لا يلا يلا نطفي. طيب خلصنا. اوكي طبعا احنا قاعدين ننتظر المارشميلو يذوب لكن ما هو قاعد يذوب، شكله بياخذ سنه. شكله سنه ونص. حلوه. اوكي شوف الحين بدا يذوب، الحين حط الزبده. شوف شلون صاير كانه تلاصق مع بعض لانه ذاب. طبعا حد حار لا تسوي هذا الشيء الا مع شخص كبير وانا معاي ماما. هاي قول هاي. هاي more moments later. واخيرا ذاب المارشميلو. شوف ايش كيف صار، ولا كانه مارشميلو كانه كريمه. طيب يلا اخذي السكر وحطيه كله في صينيه. كبايه اي كله. جبت اللون بلانا باللون الوردي وانا اخذه. شوف ايش صار لي، شفت يوم العيد صح. هاي لازم طبعا هذه اختي تقول لكم هاي. هاي والحين الخطوه المهمه ان احنا نحط السلايم، نحط هذا المارشميلو على السكر. ايوه طبعا حد حار انتبهوا انتبهوا. يلا الحين تحط السكر عليه وراح تخلطي كذا. يلا جرب. اوكي
يلا الحين بعد ما خلط معك كذا الحين إيه؟ اخذي سكر وحطي في يدك عشان لما تاخذي هذا السلايم ما يلفق. شوف توسخ يدي. ما عليه، هو انت كذا اذا سويت سلايم تعدي من الدنيا وتصفيها. طبعا لازم اليد تكون نظيفه وفصلين بالصابون. وهذا النتيجة. شوف شلون يجنن. شو رايك في ماما؟ يجنن صراحة، ما توقعنا يطلع كذا. ولا أنا. يلا الحين اللونات. يلا نحط اللون. انزل. وهذا النتيجة. شوف شلون جنن. طبعا خلف الكواليس سوينا سلايم ثاني ازرق، حتى هذا قابل للاكل بمارشميلو. شوفوا يجنن. بخلطه مع الوردي، هذا اللون الوردي والازرق، والحين خلونا ندمجها مع بعض. رجعت الكم، ضفت شوية سكر بودرة لأنه يعني يكون شوي إلصق. فالحين شو مش بسوي؟ حط الأزرق على الوردي ولا وتر. كم جبت العيد؟ الحين شوف حلوته. ايوه شوف ايش كيف صاير. واظل الف. الحين الفه زي كذا. الله كبير صاير. شوف يوي. والحين احطه في الصحن. Oh my God. مش كيف النتيجة صارت، تجنن. شوفوا الحين قررت اني احط عليه سبرينكلز، يعني بدل الجلتر انا احط سبرينكلز عشان ناكله. اوكي يلا الحين عندي السلايم أول مارشميلو. خلينا أول شيء قبل ما ناكله نحط السبرينكلز، بس أول نلعب فيه شوي وبعدين نحط السبرينكلز وبعدين ناكله، هذا أهم شيء طبعاً. واو أوكي، ما بيخرب الشكل، أبي أول أحط السبرينكلز. يلا رهيب، ما احسه كأنه كيكة. اوكي وهذه النتيجة النهائية. شوفوا الحين نقسمها ونذوقها. يلا حدي وتحمسوا. شوفوا خذوا شوي. يلا خلونا نذوقها. بسم الله. لذيذ. يومي. يعني ما فرقت من نوع المارشميلو، لكن لذيذ بالضبط مثل ما توقعت. اعطيه 10 من 10. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم السلايم او المارشميلو. هذا حل حل عجبني، 10 من 10. كلنا أمي وأختي الصغيرة كلنا نعطيه 10 من 10. أنتوا تكتبوا لي في التعليقات كم تعطوا. لحظة ماري كم تعطيني أنت السلايم؟
من 10. بعطيه بعد 100 من 100. وارد تقول تعطيه 100 من 100. زين. وبس هذا كان فيديو اليوم. لا تنسى اللايك. وش بعد ماري؟ لا تنسى اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي. جرس التنبيه. وباي باي.